السلام عليكم. الإعلان يتناقل صور فوتوغرافية لحاملات مسيرات إيرانية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تناقلت وسائل إعلام صور قالت إنها تظهر مرفأ إيرانيا في منطقة مضيق هرمز، حيث يتم تحويل بارجة مدنية إلى سفينة حربية حاملة للمسيرات. وبشرت إيران بإنشاء حاملة طائرات فريدة من نوعها، ستنشر عليها مسيرات ضاربة، وستشكل الدرونات الانتحارية ذات القوة الكبيرة أساسا لها. مع ذلك يمكن أن تنشر هناك كذلك مسيرات مزودة بمختلف الأنواع من الأسلحة. وهذه السفينة تعتبر اليوم أول حاملة طائرات في العالم تستخدم كسفينة حاملة للمسيرات، ويمكن أن يتوزع على سطحها حوالي 30 درون، كما يضمن إمكانية توجيه ضربات فعالة إلى أي نوع من الأهداف عمليا. وقد أطلق الإيرانيون على سفينتهم تسمية شهيد باقري، وأخذا في الاعتبار وتائر البناء، فإن حاملة المسيرات يمكن أن تكون جاهزة عام 2023، وقد تم بناء منصة لإطلاق الدرونات في الجانب الأيسر للسفينة. كما أظهرت الصور الفوتوغرافية معدات تم وضعها على الرصيف بالقرب من مقدمة السفينة، وتشبه تلك المعدات حاويات تنقل وتطلق الصواريخ من المنصات الدفاع الجوي. وسيتم بناء حاملة المسيرات لتستخدم في مصلحة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.